الأسبوع الخامس لوحدة كيف ننظم أنفسنا. الفكرة المركزية: يمكن لقرارات وأنظمة الحكومة أن تعزز مبادئ التساوي الفرص والعدالة الاجتماعية أو أن تلغيها. الكتب البحثية: أنظمة الحكومة وآليتها، حقوق الإنسان والعدالة المجتمعية، كيفية تأثير أنظمة الحكومة على الأفراد والمجتمعات في أي مجتمع، كيفية عمل أنظمة الحكومة لتعزيز الفرص المتساوية. ثم يقوم المتعلم بالتعرف على أنشودة موتي الشاعر إبراهيم طوفان، حيث سيوظف مهاراته البحثية للبحث عن نبذة لحياته ودور مبينا دور الشباب في نهضة وتطوير البلاد، يستخدم مفهوم الارتباط للربط بين دور الشباب وملامح تعلم البكالوريوس. سنقوم بحل أسئلة المعجم والدلالة، مثل الكلمات الآتية: الجلال، البهاء، السناء، السماك، يكل، نستقي من الردى، عيشنا المنكدة، مجدنا التليد، اليرع. سنقوم بحل أسئلة الفهم والاستيعاب. سيجيب المتعلم على الأسئلة بشكل شفهي. ما الرسالة التي أراد الشاعر إيصالها من خلال هذه القصيدة؟ كيف نعبر عن انتمائنا وحبنا لوطننا؟ أعبر بأسلوبك الخاص مستعينا بالقصيدة عن دور الشباب في نهضة وتطوير البلاد، مستخدما مفهوم الارتباط للربط بين دور الشباب وملامح متعلم البكالوريا. سنبدأ برواية القنديل الصغير للكاتب غسان كنفاني، موظفا مهاراته البحثية للتعرف على الهوية الشخصية للكاتب وأهم إنجازاته الأدبية. ثم نبدأ بقراءة القصة، وظف مهاراته التواصلية والقراءة لهدف الفيلم والتي تتحدث عن ملك توفي وأوصى بالحكم لابنته، ولكن شرط أن تحمل الشمس إلى القصر وإلا ستقضي حياتها في صندوق خشبي يملكه. تحليل الأدبي للرواية: سنبدأ بتوضيح الأساليب الإنشائية بجملة فهم واستفهام وتعجب ونداء، ونوضح التشبيهات ووصف الشخصيات من حيث الملامح الشكلية والشخصية، ننهي باستخدام مفهوم الارتباط بين القصة ومحور الوحدة. كيف ننظم أنفسنا مظهرين سمة المفكر. سنقوم بمراجعة المهارات النحوية: أزمنة الأفعال الثلاث، الفعل الماضي، الفعل المضارع، الفعل الأفعال. المهارات الإملائية: همزتي الوصل والقطع. نتيجة للتقييم النهائي، فقد وجد أن بعض المتعلمين لا زالوا يعانون من مشكلة التمييز بين همزتي الوصل والقطع، فسنقوم بإعطاء تدريبات إضافية. المهمة الكتابية ستكون كتابة مذكرات يومية. المذكرات اليومية هي فن سردي يكتب بغرض توثيق الأحداث والمشاعر والأحاسيس، كما أنها فرصة جيدة ليتعلم الإنسان من تجاربه السابقة. عناصر المذكرات اليومية هي التي تعد من الأساسيات المهمة لكتابة المذكرات، لأنها تتضح للتسلسل في الأحداث، وهي كما يلي: اللغة، سهولة اللغة مع القدرة على التعبير. الحدث، يجب ذكر الحدث المهم. استخدام لغة الماضي، الأحداث حصلت في السابق. الحدث، تسليط الضوء على الحدث التي تدور حوله الفكرة. اللغة الوصفية، من خلال استخدام التعبيرات والتقنيات والكلمات التي تجعل المذكرة ممتعة ومثيرة للاهتمام. الخاتمة، إظهار الرأي الشخصي في الحادثة.